الكأس السابعة في طريقها إلى العاصمة الاقتصادية وذبو. ورأسية الشاب طنجي تفي بالغرض المطلوب. كما فعلت تماما قدم رجل الوسط يعقوب حين قضت على أحلام الكونكورد في سباقه نحو التتويج المحفوف بالعراقي. العنوان العريض حاليا أن البرتغالي بطل للنسخة الحالية من بطولة الدوري الوطني بعد أن اطمأن على النجمة السادسة في الموسم المنصرم. إنه موسم حصاد النجوم واحدة تلو الأخرى. كذلك هو حال جماهير النادي تجول وتصول بين الملاعب الوطنية وتردد من يوقف زحفنا نحو الألقاب نحن الأبطال. إدارة النادي تواصل على نفس النهج تمازح عناصر التشكيلة أينما حطت رحالها وتؤازرها لتبتلع حقيقة النادي أن كرة القدم عنده عمل وأن أفس وذبو هي الموطن وهي الوطن.